من بغداد معي الخبير في الآثار والمؤرخ العراقي دكتور علي نشمي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور علي. تابعت معنا التقرير الذي لخص فيه زميل عطاء الدباغ آثار التي لحقت بالآثار العراقية، الآثار المدمرة من قبل داعش. أنتم هل ثمت ما رصدتموه ممكن أن تضاف لما ذكر في تقريرنا؟ طبعا لم أسمع التقرير في بدايته سوى اللحظات الأخيرة، ولكن مع ذلك طبعا المشكلة في قضية الموصل ليست في المتحف. المتحف الذي دمر طبعا لم يتدمر كما قيل 90 قطعة موجودة في المتحف، لا، الأصلية كانت 5 قطع نادرة، وهي الماسك أو القناع المتكون من الكلس الصلد وهو نادر، وأيضا مسلة السنحاريب، وأيضا 3 قطع أخرى، يعني فقط 5 قطع أصلية، الباقي كانت كلها من الجبس. المشكلة هي أين تقع؟ عندما تسرق الآثار من المتاحف، الجانب العلمي يبقى، لأن هذه الآثار درست وثبتت وعرفنا تاريخها، تصبح هي مجرد رمز لهذا الشيء، فعندما تدمر لا تفقد قيمتها العلمية. المشكلة هي في الآثار التي كانت في القبو في جامع في متحف الموصل في لمدة 3 سنوات. الآثار العراقية تبحث عن الآثار في شمال العراق، وبالتالي نتيجة هذه الـ3 سنوات وضعوها في صناديق كثيرة. هذه الصناديق كانت في قبو متحف الموصل على أساس تنقل في الشهر 6 إلى بغداد 14، ولكن في الـ6 14 دخلت الدواعش، وبالتالي سيطروا على صناديق جاهزة لآثار غير مدروسة وغير مبوبة وغير معروفة. الأثر تقدر استطيع أن طالب به عندما يكون أثرا في المتحف، لأنه نسخة من هذا الأثر وله رقم في منظمة المتاحف الدولية، وبالتالي لا يباع في المزاد. لكن عندما يأخذونها في صناديق جاهزة غير مبوبة، هنا المشكلة. عندما تباع هذه الآثار لا نستطيع أن نطالب بها. الكارثة هي في الصناديق الآثار، هذه المعلومة الجديدة التي قد لا يعرفها الكثير، في الصناديق الكثيرة التي كانت جهد لـ3 سنوات وأخذت آثار لا نعرف كنتها حتى الآن. لو نستعيدها سوف لن تسوى فلسا، لأنه علميا انتهت. التوثيق العلمي هو أين وجدت ومن قام بها وكيف ومتى، وبالتالي يمكن أن ندرسها ونثبتها. الآن حتى لو رجعت هذه الآثار ستكون مجرد تحف للمتاحف، ولكن لا نستطيع أن ندرسها أو نقدم أي شيء علميا عنها. هذه الكارثة في قضية متحف الموصل. هل تعتبر هذا من أخطر ما دمره داعش من آثار؟ الأخطر هو 3 أشياء خطيرة في تدمير الآثار: هذه الصناديق في قبو المتحف، وأيضا تدمير الحظر. الحظر اللي أنه عندنا احنا كل آثارنا في العراق هي آثار تحت الأرض وكلها من الطابوق، يعني الآن ضمن المياه الجوفية، وبالتالي آثار العراق ليست صخرية كآثار مصر واليونان والرومان. والأثر الوحيد الباقي هي في الموصل، والحظر هي الوحيدة المدينة الباقية، مدينة الشمس، هذه جرفت، هذه خسارة كبيرة جدا للعراق. هذه يعني، وأيضا عملية التنقيب غير الشرعية وغير العلمية التي حصلت على آثار. عندما فجرت هذه الآثار وجدنا تحتها كنوزا كبيرة جدا منذ 20 سنة، وأنا أقول تحت النبي يونس يوجد القاعة الثالثة لمتحف لمكتبة آشوربانيبال. عندما ندخل إلى هذه المنطقة سنعرف. عندما فجر الدواعش النبي يونس دخلوا ووجدوا مباشرة أمامهم آثار كبيرة جدا، ووجدنا قبر أسر حدون الذي كان في زمن النبي يونس. النبي يونس نزل في الفترة التي كان فيها أسر حدون، وبالتالي هذا القبر كان مهما جدا وكنا نتكلم عنه، ولكن ليست لدينا وثائق. الدواعش دخلوا وسرقوا الآثار المهمة والمخطوطات الآشورية الكبيرة تتكلم عن هذه الفترة، فقدناها بشكل كبير. وأيضا عندما دخل القوات، تعرف القوات المسلحة ناس متحمسين وطنيا، ليست لديهم علاقة بالجانب العلمي، قد يأخذون صخرة ويضعونها، قد يبنون جدارا لا يعرفون به شيء، وبالتالي فقدنا أيضا بالعبث الغير منظم الغير مقصود من قبل أيضا القوات، وبالتالي هذه خسارة كبيرة جدا. ماذا عن ثالث أخطر ما خلفه داعش من دمار بالأثر العراق؟ قلتهم 3. العفو لم أسمع جيدا. قلتهم 3، ماذا عن ثالث أخطر ما دمره داعش وما خلفه في الموصل من دمار بالآثار العراقية؟
كما قلت لك هي القضية الثالثة وهي الأهم، هي عملية مافيا الآثار. مافيا الآثار هي المافيا الثالثة في بعظمتها في العالم، بعد مافيا المخدرات، ثم مافيا الدعارة، ثم عفوا مافيا الآثار. هذه المافيا تتاجر سنويا ب100 مليار دولار. المشكلة الأكبر الآن أنه آثارنا الآن موجودة في العالم كله وتتباع في المزادات العلنية. أنا اليوم صباحا يعني ماذا من جميل الصدفة، أنا وصلت مطار بغداد اليوم الساعة 12 الظهر، وأنتم اتصلتوا بي الساعة 4 العصر وأنا لم أفتح شنطي لحد الآن. وكانت رحلتي هو لإقامة محاضرات في أوروبا للتنبيه إلى هنالك آثار عراقية تباع بالمزادات العلنية بحماية القوانين المحلية. وآخر محاضرة كانت في فيينا قبل 7 أيام. المشكلة نعم. أنه منظمة الأمم المتحدة صدرت عام 1970 قرار بمنع المتاجرة بالآثار ما بعد 70، ولذلك أي أثر مكتشف أو مأخوذ أو مباع بعد 70 يحرم بيعه في المزادات العلنية. ولكن تعرفين التزوير في الوثائق كثيرة، كثير من الآثار التي سرقت قبل 6 أشهر أو قبل سنة من العراق الآن المزورين موجودين في كل مكان، وضعوا ختم وقال لك أنا اشتريتها من جومسون، من بولس، من ستيوارت، اشتريتها سنة 45، ولذلك تباع الآن. ومن ضمن الأشياء التي تباع، بيعت قبل 6 أشهر لبوة جينول ب 57 مليون دولار، ارتفاع طول الأثر هذا 7-8 سنتيمات فقط، وهو يعتبر الآن أهم نحت في التاريخ على مدى العصور، وهو لبوة جينول، وهو أثر عراقي انباع ب 57 مليون دولار في مزاد سوذبي في أمريكا، ولذلك لا نستطيع أن نطالب بها. وأمريكا والأوروبيين طيب. انتقلت بشكل طبيعي إلى مالكها الأوروبي دون أن نطالب بها ولا نستطيع أن نطالب بها. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة، أغنيت برنامجنا، الحمد لله على سلامتك، شكرا على وقتك مباشرة بعد وصولك. دكتور علي النشمي، الخبير في الآثار والمؤرخ العراقي.